طيب، فيما يتعلق بحماس بعد ترحيبك ثانية أستاذ خليل، كما تعلم وول ستريت جورنال تقول حماس تمتلك أسلحة أشد وأكثر فتكا طورتها محليا، هل ما شاهدناه بتقديرك حتى اللحظة يكشف عن كامل أسلحة حماس أم أنه هناك أسلحة لم يتم الكشف عنها بعد ربما قد تظهر للواجهة يعني لاحقا؟ سيدتي، يعني هناك مسألة يجب أن نوضحها قبل الإجابة على هذا السؤال إذا سمحت يعني بسرعة. أولا حماس ليست جيش نظامي، لا تمتلك لا دبابات ولا مصفحات ولا طائرات ولا مدفعية ولا أي شيء آخر. كل ما يمكن أن تمتلكه هو الصواريخ، يعني ترسانة صواريخ متعددة المدى ومتعددة الأنواع، وقد استعملتها بمهارة حتى هذه اللحظة. أيضا عبوات ناسفة تستعملها وقد رأينا ذلك، أسلحة مضادة للآليات يعني مصنعة محليا ومستوردة أو مهربة إلى الداخل، ووسائل الاتصال والأنفاق. الأنفاق هو السلاح الأساسي لحماس، أما ما يمكن أن تكون الأسلحة الأخرى، يعني وحتى ولو كانت تمتلك أسلحة أخرى، يعني ميزان القوى هو يعني هو لصالح الجيش النظامي، يعني الجيش الإسرائيلي، ولكن لا يعني ذلك أن الجيش الإسرائيلي سينجح في عملياته في غزة. حتى هذه اللحظة لا يمكن استنتاج أي شيء، حتى ولو أنه مر شهر كامل على هذا النزاع، لا يمكن استنتاج أي شيء عن من سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر، أو يمكن أن يؤدي أو هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى نهاية سياسية لهذا الصراع. وبالعودة إلى الأسلحة، يعني أظهرت حماس التوربيدات المضادة للسفن. كم توربيد يمكن أن تمتلك؟ يعني لأنها تصنعه محليا. يعني بالنسبة للصواريخ، يبدو منذ اليومين الماضيين حتى اليوم أن النشاط الصاروخي لحماس قد انخفض، يعني ولم نعد نرى استهدافات صاروخية إلا في محيط غزة المباشر وقليل جدا إلى الداخل الإسرائيلي. هذا يعني إما أن حماس تفقد شيئا فشيئا إمكانيات رماية الصواريخ دون أن تستهدف، أو أن مخزون الصواريخ بدأ ينخفض وتريد توفيرها أو الاحتفاظ بها لمراحل أخرى متقدمة من طيب. القتال سيد خليل، يعني أكثر من هيك لا أظن أن هناك شيء يمكن أن يظهر. مسيرات كمان في وعدد قليل جداً استعمل.